بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. نواصل قراءة الأحاديث في باب الأذان. إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أولا فيه مسألة أن الأذان مشروع في الحضر وفي البدو، يعني في البر وفي البلد، وفيه أيضا أنه يستحب رفع الصوت في الأذان. فلا يقول الإنسان: أنا ما عندي جماعة، أنا أؤذن لنفسي أو لي ولي رفقائي، ولا يرفع صوته، يفقد هذه الفضيلة، لأن كل من سمعه من جن أو إنس أو من سمعه من مخلوقات الله يشهد له يوم القيامة، ففيه فضل رفع الصوت بالأذان. وإن كان الإنسان وحده فإنه يرفع الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس اليوم في المكبرات المساجد يعمد عملا بهذا الحديث فيرفع مكبر المسجد نفسه الخارجي. لا، الرفع الذي يؤذي الناس بمكبر الصوت يؤذي الناس والجيران، لا، هذا ما يشرع، هذا يأثم بفعله. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. هذا فيه فضل الأذان أيضا، أنه يغفر له مدى صوته، فهذا فيه فضل رفع الصوت بالأذان حتى يأخذ مسافة طويلة فتحصل له الفضيلة أكثر. نعم. وعن عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها الرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تشاور هو والصحابة في العمل الذي يعملونه لاجتماع الناس للصلاة، فقال بعضهم: توقد نار على جبل، قالوا النار للمجوس، قال بعضهم: يستعمل البوق، البوق الذي ينادي به فيمدد الصوت، قالوا: البوق لليهود. فذكروا الناقوس الذي يعمل به النصارى، فكأنهم استحسنوا الناقوس، فحصلت هذه الرؤيا لعبد الله ابن زيد رضي الله عنه، أنه رأى رجلا معه ناقوس، والناقوس هو الذي يستعمله النصارى في كنائسهم، فقال: أتبيعني هذا الناقوس؟ فقال: وما تعمل به؟ قال: أنادي به للصلاة. فقال: ألا أعلمك كلمات هي أحسن؟ فعلمه الأذان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: إنها رؤيا حق. فهذا فيه العمل بالرؤيا، وأنها إذا وافقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بها. الرسول أقرها صلى الله عليه وسلم، فوافقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على اختيار الأرفع صوتا للأذان، فمن كان أرفع صوتا من الناس فإنه يختار للأذان لأنه أبلغ. نعم، أحسن الله إليكم. وفي بعض رواياته عند أحمد: ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فقال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. نعم، هذا بلال بن رباح رضي الله عنه، الصحابي الجليل، بلال الحبشي، ومن الحبشة رضي الله عنه، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي الأذان لنداوة صوته رضي الله عنه، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ألفاظ الأذان 15 جملة، ثم وألفاظ الإقامة، فجاء النبي، جاء بلال، النبي بلال كان يؤذن للناس، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل وقت الإقامة فيؤذنه بالصلاة، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. جاء في يوم ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. فصارت من الأذان هذه اللفظة في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على ذلك. نعم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر.
وعن أبي محذور ابن المسيب هو سعيد بن المسيب التابعي الجليل، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما من بني مخزوم، فسعيد بن المسيب من كبار التابعين. وفي هذا الحديث نعم فأدخلت هذه الكلمة أن التابعين. هذه الكلمة الصلاة خير من النوم أدخلت في الأذان، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها فصارت من ألفاظ الأذان لصلاة الفجر خاصة. نعم. وعن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم، حديث أبي محذورة فيه أن من ألفاظ الأذان في الفجر خاصة الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم والناس ينامون. نعم. هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال علمني سنة الأذان، هل فيه مشروعية أحيانا أن يطلب الإنسان ما فيه الفضيلة وفيه الأجر من الأعمال كالأذان وغيره؟ نعم. يعني هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأذان، لأنه كلف بالأذان فهو يسأل عما يقوم به. ما يقوم به. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول أشهد أن محمد رسول الله، قالها مرتين، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تكبيرات الأذان 15 جملة، ويزاد عليها في الفجر الصلاة خير من النوم، 15 جملة يزاد عليها في الفجر الصلاة خير من النوم، هذه ألفاظ الأذان الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.